في وسط قمة المناخ والفضائح اللي كانت موجودة اللي كنا بنتكلم معاكو عنها كل يوم، في وسط مشاكل حقوق الإنسان، في وسط أنهم ما اتفقوش في الآخر على صيغة لها علاقة بدعم الدول الفقيرة بشكل مرضي، كانت إسرائيل بتتحرك جوه شرم الشيخ لاستغلال أزمة الأرز ونقص المياه في مصر، وبتعرض المساعدة على السلطات المصرية في الموضوع ده. ايه الاستفادة اللي هتعود على دولة الاحتلال من قرار زي ده؟ ايه الاستفادة اللي هتعود على مصر؟ هل القصة فعلا متعلقة بالأرز والمياه؟ هل في اتفاقات أخرى ليها علاقة بالإمارات والأردن وبلدان عربية أخرى؟ الحقيقة التفاصيل دي كلها كانت مكتوبة في مقال للأستاذ عبد الحافظ الصاوي في موقع العربي الجديد، الصورة تظهر قدام حضراتكم على الشاشة، بيتكلم عن أن إسرائيل تروج تكنولوجياتها لمصر والأردن بمؤتمر المناخ. خليني أرحب بضيفي عبر الإنترنت السيد عبد الحافظ الصاوي، الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك دكتور أسامة. أنا الحقيقة عايز أبدأ مع حضرتك قبل المقال، معلش، لأن فرصة، يعني هشام عز العرب يعني ليه أقلوه وليه رجعوه؟ هو طبعا هذه المناصب في مصر بتخضع لمنطق الشلالية، هو طبعا كل تحت المظلة واحدة، لكن بيبقى في وزير ليها علاقة مع بعض العاملين، وخاصة داخل الجهاز المصرفي كان في الشلة بتاعت فاروق العقدة اللي منها طارق عامر ومنها باقي اللي تولوا المناصب في الجهاز المصرفي، وفي طبعا بعض الناس يعني مش عاوز اقول اسماء علشان الامور ما تفهمش بشكل شخصي، فحد كان بتولى وزارة مهمة زي وزارة الاستثمار، وكان ليه رجالته اللي جابهم في بعض الوزارات وأيضا في بعض البنوك وحتى داخل البنك المركزي، فالأمر متعلق بحسابات شخصية، فلان يتشال يطلع له الملف الأسود، فلان يجي يطلع له الملف الأبيض، لكن المسألة مش مسألة خبرات، الجهاز المصرفي المصري مليء بالخبرات لأنه جهاز مستقر واللي هو أكثر من يعني 80 سنة بيعمل ويولد خبرات وتعمل في الإطار الإقليمي والدولي، حتى بعد هذه الخبرات عملت في الخارج وعادت لتدير مؤسسات مصرفية، فهو الأمر مرتبط بحسابات شخصية وبتصفية الصراعات أو بناء تحالفات داخل جناح السلطة في مصر. طيب نأتي للمقال اللي نشرته في العربي الجديد، إسرائيل كانت بتعمل إيه مع مصر في قمة المناخ؟ هو طبعا في قراءة مهمة جدا لأي حدث إقليمي أو عالمي بداخل منطقة الشرق الأوسط وتحديدا داخل المنطقة العربية، وهو دمج إسرائيل في المنطقة لتكون في إطار الممارسة الطبيعية والعملية لتقبلها الشعوب العربية، لكن لازم نؤكد على أن إسرائيل هي دولة تحتل دولة عربية مسلمة وهي دولة فلسطين، وأنها تستخدم كل الموارد الموجودة داخل فلسطين المحتلة لصالح مشروعها الصهيوني التوسعي، وبتنافس من أمريكا ومن أوروبا وحتى من روسيا، وتعتبر روسيا من أكبر الداعمين لدولة إسرائيل منذ قيامها في 48، لأنها قدمت لها العنصر البشري في تدفقات الهجرة من روسيا إلى إسرائيل لخبرات لم تدفع فيها شيء. إسرائيل كانت بتعمل إيه في مؤتمر المناخ؟ إسرائيل كانت أعلنت عن مشروعين وما خفي كان أعظم. المشروع الأول كان مع مصر تكنولوجيا الري لزراعه الارز، اللي للاسف الشديد الحكومه المصريه سببت فيها مشكله من لا مشكله، يعني معظم العاملين في القطاع الري والزراعه يقولون ان الوجه البحري وقيامه بزراعه الارز هو لامر مهم جدا، ان كل الاراضي الزراعيه في هذه المنطقه ما لم تزرع بالارز في موسمه فستصاب بارتفاع معدلات الملوحه بشكل كبير جدا، وهيتسبب في ضرر داخل هذه المنطقة، فبالتالي زراعة الأرز لها اعتبارات كتير جدا، فضلا عن أنها غذاء مهم لقطاع كبير من الشعب المصري، ومصر لديها من التكنولوجيا في قطاع الري وفي قطاع الزراعة ما يفوق دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هي الإرادة السياسية التي تنحي كل جهود البحث العلمي والتكنولوجي جانبا وتعمل على توطيد علاقتها مع إسرائيل، ده حصل في النسيج
في عهد مبارك، وحصل أيضا في قطاع الزراعة أيام يوسف والي في عهد مبارك أيضا، وبنشوفه الآن في مجال الطاقة الشمسية أو ما إلى ذلك. حتى لو تذكر مع بداية دخول الساتلايت أو الدش لمصر، المواطنين فجوا أن الأطباق المستوردة جزء كبير جدا منها جاي من إسرائيل. للأسف الشديد بعض رجال الأعمال قاموا بجريمة كبيرة في إطار اتفاقية الكوميسا، وكان واحد منهم رئيس لجمعية رجال الأعمال في مدينة 6 أكتوبر، حيث تم استيراد سلع من دولة الكيان الصهيوني ووضع عليها تيكت على أنها صنعت في مصر، وحب يدخلها من خلال اتفاقية الكوميسا إلى دولة كينيا تقريبا، وتم ضبط هذا الأمر. وكانت جريمة كبيرة أن يقوم رجال الأعمال المصريون بترويج السلع الإسرائيلية في إفريقيا. فإسرائيل كانت توطد من وجودها داخل المنطقة وتصدير التكنولوجيا بتاعتها إلى مصر. وفي اتفاق آخر تم مع الأردن لإقامة محطة للطاقة الشمسية لتحليل المية والزراعة. وطبعا الإمارات لازم تبقى يعني جملة في المعادلة، أعلنت أنها سترعى هذا المشروع في إطار مؤتمر يعقد بعد عام لمتابعته. يعني وكأن الإمارات هذه مثلا مؤسسة إقليمية أو طيب مؤسسة ما هو السؤال هنا أستاذ عبد الحافظ؟ الحقيقة وربما النظام المصري يعني يتبنى هذه الرواية، هناك اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، هناك علاقات اقتصادية ممتدة على مدار عقود طويلة مع دولة الاحتلال، وبالتالي إذا كانت هناك استفادة اقتصادية من استخدام أو اللجوء إلى التكنولوجيا الإسرائيلية من أجل حل أزمة نقص المياه وأزمة الأرز في مصر، أين المشكلة اقتصاديا في ذلك؟ يعني لو أننا لا نمتلك هذه التكنولوجيات، يعني ممكن ده يبقى مقول مع رفضنا طبعا لقضية الاتفاقيات مع دولة محتلة. يعني عاوزين نثبت هذه القاعدة وننطلق إلى التحليل فيما بعد. يعني مركز البحوث الزراعية في مصر اهتم كثير جدا خلال الفترة الماضية بزراعة القمح والأرز كمحصولين استراتيجيين، وركز على إنتاج أصناف من البذور تكون قليلة استهلاك المياه، فضلا عن أن إحنا عندنا إسهام علمي متميز جدا تم إنجازه في نهاية التسعينات، الدكتور أحمد مستجير أستاذ الهندسة الوراثية في جامعة القاهرة رحمه الله، قام بزراعة الأرز والقمح في صحراء الفيوم في أرض ملحة بمياه ملحة، وحصل على نتائج إيجابية بنسبة 95%. لكن للأسف بدل أن تفعل مصر هذه التكنولوجيا أخذتها الهند وطورتها وأنزلتها إلى أرض الواقع. فالقضية هي قضية إرادة سياسية، هو نحن يريدون أن يورطونا في الزراعة كما ورطونا في زراعة النسيج من خلال اتفاقية الكويز. ماذا تقدم إسرائيل في الكويز؟ لا شيء. هو لابد ان المنتج عشان يستفيد من الاعفاء الضريبي والجمركي في امريكا ان يبقى في مكون اسرائيلي بنسبه 12%. اسرائيل تورد لنا الزراير، الخيط، مش عارف كذا، وتحط الاسعار اللي هي عاوزاها، فبالتالي بقت هي جزء في معادله العلاقات التجاره الخارجيه في النسيج. كذلك يريدون ان يدخلونها في قطاع الزراعه وفي سلعه مهمه، وتستمر انت تستورد هذه التكنولوجيا الخاصه بالري وتستورد قطع غيار، وتظل جامعاتك ومراكز البحوث حبر على وقت تستفيد منها، تذهب كوادرها كعقول مهاجرة إلى دول الخليج أو إلى العالم. وإحنا بنقرأ عن نماذج مصرية ناجحة جدا في أمريكا وفي أوروبا لمشروعات بحثية بتمول بملايين الدولارات، لكن للأسف الشديد في حالة الإغراق الشديد للتخلف المصري والعربي بنجد ان اسرائيل مركزه في قطاع التكنولوجيا بشكل كبير جدا، وقاعده بيانات البنك الدولي بتقول ان اسرائيل بتنفق على البحث العلمي نسبه 5.4% من الناتج المحلي الاجمالي بتاعها، في حين ان العالم العربي كله بينفق اقل من 1%، يعني 3/4 1% من الناتج المحلي الاجمالي على البحث والتطوير. شكرا جزيلا لك عبد الحفيظ الصاوي، الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصاديه، كنت ضيفي عبر الانترنت.